السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي العزاز، أخوتي الكرام، عزاؤنا واحد في ثلاثة ديال الشباب اللي فقدتهم الهيئة ديال المحامون، وكانوا شباب بمعنى الكلمة، كانوا شباب طموحين وبغين يوصلوا للأفضل. كيف ما كتعرفوا على شباب المغرب اللي كي يوصل لواحد المستوى اللي هو باغيه الا وكي يجتهد فيه، لكن كتشاء الاقدار الالهيه انهم يموتوا في واحد النفق اللي جاي من مدينه تمارا الى مدينه الرباط، ولقوا حذفهم مع السائق ديالهم اللي كان سايق بهم، وألم كبير كبير كبير. صحيح احنا ما كنعرفوهمش، ولكن فقدت الأسرة ديال المحامون كلها بهاد الشباب اللي كي يعرفوا عليهم الناس أنهم ناس طيبين ومخلوقين ومن شباب طموحين. لكن أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد، وراحوا شهداء، والحادث كان مروع جدا جدا جدا، مما ادى الى قسم السياره ديالهم المرسيدس الى نصفين. ولهذا السبب هذا خرج انا بهذا الفيديو باش نقول لكم، رايت ما يطلع الخبر الصحيح ديال هذا الحادث وكيفاش توقع هذا الحادث. شويه احضروا في السياقه وخذوا حذركم، وفي التأني السلامة وفي العجلة الندامة، والإنسان يكون حارس على نفسه وحارس على أهله وحارس على الزوجة والأبناء دياله، وكيبقى القدر هو اللي كيعطي هو اللي كيعطي النتيجة، هو القدر. خوتي جاي رأس العام، ردوا بالكم، ردوا بالكم بزاف. بغينا نطرقوا هذا الموضوع ديال رأس السنة اللي كتكثر فيه الحوادث، والتزموا البيوت ديالكم، لان يعني الحكومه منعت الاكتضاض والاجتماع والحفلات. التزموا بهذه الاوامر، راه بعض المرات صحيح احنا معكم كيجيو بقرارات اللي كتزعجنا واللي كتخلينا نكونوا ضدها، لكن الا كانت في الصالح ديالنا خصنا نلتزموا بالاوامر بالاشياء اللي كتمشي للصالح ديالنا، القوانين اللي كتمشي للصالح ديالنا. كنتمنى العزاء يوصل لاهل هاد الشهداء اللي غنقول لهم شهداء، لانهم كانوا ادوا واحد الوقفه احتجاجيه البارح، وكانوا غادي يؤديوا وقفه احتجاجيه اليوم في مدينه الدار البيضاء ضد اللقاح، وهو ما كان الا عندهم واحد العمل النبيل اللي كيحسوا به كمغاربه ماشي كمحامون، لكن شاءت الاقدار. الله يرحمهم والله يرحمنا جميع امواتا واحياء، وانا لله وانا اليه راجعون.